السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي هرسم سقف بتاعي على كيرف معين. طيب ممكن ان انا استعين بان انا ارسم ريفرنس بلان في النص كده، فبعد ما برسمه هقول له روف واقول له روف باي اكستروشن. ممكن اقول له بيك ابلان واختار دوت اهو، او حاجة تانية ان انا اقول له سولوشن واقول له من هنا ان انا عايز اختار الريفرنس بلان دوت، اجيب لي برضو نفس الرسالة وهبدأ ارسم الكيرف بتاعي اهوت. مثلا بالشكل دوت، واروح في الاخر دايس اسكيب. الخط دوت سهل ان انا اعدل فيه لو انا حابب من خلال النقط ديت. زي ما انت عايز، اي شكل انت عايزه. طيب بعد كده هقول له اوكي، فهياخد بقى التايب من هنا حسب نوع الروف اللي انا عايزه. طيب انا ممكن اجي بقى على الجزئية ديت، هرسم حائط هنا حاوت عادي مش كرتين اهو، مثلا جينيريك. مثلا من هنا لهنا تعال نشوف 3D اهو. ممكن اعلم بقى على الحوائط دول كلهم تاب، واروح قايل له التاش للجزء دوت. هطلع سقف حتة صغيرة كده خالص عشان الحيطة تقدر انها تعملها التاش بالشكل دوت. طيب عايز اعمل بقى الباقي الكيرتن وول، مفيش اي مشكلة. اجي هنا واقول له الواير على اساس ان انا ابقى شايف الحدود بتاعتي، واجي هنا اقول له انا عايز اركتكتشر وول واختار الكيرتن. وبعد كده ممكن ابدا ارسم، ممكن حتى ارسم بالمستطيل وبعد كده الغي الجزء اللي انا مش عايزه. ونروح لل 3D. طبعا الجزء ده احنا مش محتاجينه. وبعد كده هقول له اتاش لي السقف بتاعي. فيظهر معايا بالشكل ده.